شهدت جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني مناقشة ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول السينما والدراما والتلفزيون. على هامش هذه الجلسة أكد الملحن محمد رحيم على ضرورة الاهتمام بنشر الموسيقى في المدارس. أول ما حسيت أن أنا عندي يعني حب وشغف لمجال الموسيقى، فطبعا لقيت عندنا في المدرسة بتاعتنا أوضة فيها إكسليفون وكورديون ودرامز ومش عارف إيه، فبدأنا نهتم أن احنا ناخد فكرة عن الآلات دي كلها. فيبدأ هنا يبان لحضرتك بقى أنه لو عندك فعلا موهبة هتبتدي تلاقي نفسك تتعلم آلة، هتنقل بعد كده على الآلة التانية. طب إيه اللي مش موجود؟ تبتدي تتكلم المدرس بتاعك عليه، يبتدي يديلك معلومات، فبتدي بروفات 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 على مدار مثلا 3-4 شهور من السنة، بتلاقي نفسك عملت مستوى كويس. تقترح مع أصدقائك، طب ما تيجي يا جماعة نعمل باند، فنعمل باند لنفسنا، بننزل حفلات، فبعد كده بنتقاضى أجور، فتلاقي نفسك من سن صغير جدا بدأت بتجيب ولو مبلغ صغير جدا بتوديه على البيت، مامتك تفرح بيك جدا. هي طبعا مش بس هي المغزى ان انت اتعلمت من الصغر طبعا، فبالتالي الاهتمام بيها في المدارس بتلاقي طبعا انك انت في المدرسه بدات فعلا تعملي مستوى كويس يأهلك انك فعلا تنزلي تحترفي في السوق.